ماتش، لان في زي ما قلت لك هي ضغوط دلوقتي، وده تمام. يمكن السبب الرئيسي. بالظبط بالظبط، انت معاكي علبه فبتضغط عليها، تضغط عليها، تضغط عليها، ايه اللي هيحصل؟ العلبه دي يا اما هتبوظ يا اما هتنفجر. تمام اللي بيحصل كالاتي، تمام مجاش القضيه فجاه. هستأذن حضرتك. هو ده زي ما حضرتكم شايفين كده، تمام. ده محمد، ده اللي هو المقتول يعني. وهتبقى هي أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي. تمام. زي ما حضرتك شايف، اتنين بيحبوا بعض، هو طبيعي انهم بيحبوا بعض. ما هو انا لسه كنت بتكلم في الموضوع ده، ان احنا مجتمع بنحب الفشخره، احنا بنبين، انا اسف في الكلمه، بس يعني بنحب المناظر، بنحب المظهر، بنحب المظاهر، دي حقيقة. بنحب ان احنا نبقى حلوين قوي قدام الناس. تمام. يعني انا دلوقتي على السوشيال ميديا، وده من مساوئ، من مساوئ السوشيال ميديا، ان انا عشان ابين لاهلي وابين للجيران وابين للناس ان انا بحب زوجي وهي بتحبه. طب ما هو اصلا انت داخل البيت غلط، ليه بتعملي كده؟ في كذا نقطه. النقطه الاولانيه، مش كل زوجه معاها زوج زي ده، ومش كل زوج معاها زوجه زي دي، فطبيعي ممكن تقابلي الحسد. دي نقطه. يعني انا فعلا ممكن قلت يكون هل الحسد السبب؟ ممكن، بس يا دكتور، ده ممكن. انا الرسول يا صلى دكتور الله عليه وسلم عايزه بارك عليه، اقول لحياتك على حاجه. ان العين، اسمعي بس الحديث ده جميل، الرسول صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال لك ان العين التي تدخل الجمل القدر، الجمل تدخل القدر اللي هو والرجل القبر. البرطمان، ولا رجل القبر. تمام. فان العين حق، ولكن مش هنتكل عليه. يعني انا بالظبط، مش هفضل انا طول حياتي مسبب ان العين هي، مش هينفع في القضيه. طبعا طبعا. احنا نتكلم دلوقتي بصيغه الصحه النفسيه. الصحه النفسيه دلوقتي المشكله دي ما طلعتش فجاه، مش المشكله دي واللي موجوده في المنوفيه واللي موجوده في الفيوم واللي في القاهره كلهم واحد، لا، في ضغوط احنا ما بني سويف بنستحملش بعض. وطوخ والمنوفية يعني والقاهرة، انا ايا إن كان، أربع انا محافظات بدي مثل في 4 أيام.